شوطنا القادم. متابعينا الكرام مستمعينا الافاضل، انطلق الشوط الثاني عشر والشوط السادس الخاص بالمفاريد القعدان، وفي هذه اللحظات انطلاقه سليمه وموفقه بعون من الله ثم جهود لجاننا المنظمه. المركز الاول في هذه اللحظات نتابع متابعينا الكرام هنا عزام للسيد محسن بن منصور الشمري، متابعينا الكرام المركز الثاني. المركز الثاني الذيب للسيد علي بن حمد بن دوحة متابعينا الكرام، ولكن أرى اسم جديد يتدخل، ولد صغان للسيد خالد بن سالم الهاجري. المركز الرابع شوفوا القدوم يا أخواننا، حامل رقم ثلاثة صغان لمسفر بن علي السناري يتدخل في هذه اللحظات ويتقدم المشاركين، ولكن شوفوا لشعار بن حلفان علي بن سعيد بن حلفان المري، ولكن خلوني مع صغان وسلالة صغان. وانطلق في هذه اللحظات يا سلام صغان للسيد مسفر بن علي بن عبيد السناري في هذه اللحظات. المركز الثاني ظبيان عفوا للسيد هادي بن سالم اللفجح المري متابعينا الكرام، وظبيان وادع متابعينا الكرام. هادي بن سالم باللفجح المري من المية متر الأخيرة، أقدر أهني وأتحمل مسؤولية التهاني. هادي بن سالم باللفجح المري مع صوت مضى ظبيان متابعينا الكرام يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني علي بن سعيد بن حلفان خمسة. المركز الثالث الذيب لعلي بن حمد بن دوحة متابعينا الكرام. تهانينا والناموس للسيد هادي بن سالم باللفجح المري على فوز ظبيان بالمركز الأول، تهانينا له على هذا الإنجاز المستحق في مساء يوم الجمعة، في مساء المفاريد، في مساء السن الأصغر. تهانينا للجميع.